فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بيدعو الله سبحانه وتعالى راغبين في رحمة الله وراغبين في الثواب من الله وراجين رحمة الله وجنة الله ورضوان الله، وفي نفس الوقت خايفين في رهب، خايف من الله سبحانه وتعالى. قال الله عن أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أنا كنت خايف من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله يقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأصبح الخوف من الله سبحانه وتعالى علامة من علامات الإيمان. الخوف من الله علامة من علامات الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يخاف من الله سبحانه وتعالى، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان. وفي نفس السياق يقول الله سبحانه وتعالى عن نفس الأمر يعني: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو قلبه بيخاف من الله، لما يذكر ربنا يخاف ويطمئن، ثم يذكر الله فيطمئن، يخاف من عذاب الله ويخاف من النار، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم يطمئن لما أعده الله عز وجل للمتقين ويذكر ربنا. فالشيء الوحيد اللي لما تخاف منه تذهب إليه هو الله. قال الله: ففروا، اجري، اهرب إلى الله. لو خفت من ربنا روح له. الشيء الوحيد اللي لما أي شيء أنت بتخاف منه بتبعد، ما خايف من المكان الفلاني فتبعد عنه، طبيعي خايف من النار تبعد عنه، خايف من الشيطان تبعد، خايف من كذا تبعد. الشيء الوحيد اللي تخاف منه تروح له، لأن مش هتجد أي أحد يؤمنك من الله، وهو يجير ولا يجار عليه. يعني هو يجير أي إنسان، من يستجير به، من يلجأ إليه، من يطلب اللجوء إليه، ربنا يجيره سبحانه وتعالى ولا يجار عليه. محدش يقدر يجير أحد من الله سبحانه وتعالى. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني مش هنقدر نهرب من ربنا ولا في السماء ولا في الأرض ولا في أي مكان. قال الله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهتروح مني فين؟ هجيبك. لا تقدر تروح، تقدر عد السماء تفضل، لو تقدر تعد السماء والأرض عد هجيبك برضه. فشاهد إنك لما تخاف من الله سبحانه وتعالى تلجأ إليه، ولازم تخاف، لازم نخاف من ربنا. لذلك ربنا في القرآن دايما يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لازم اثنين: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالاثنين مع بعض، مش واحدة بس. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلما نعبد ربنا ما ينفعش نعبد بشيء واحد، بطريقة واحدة مع الله سبحانه وتعالى. طريقة الإيه؟ طريقة الرجاء. في حسمة الخوف وفي حسمة الرجاء، اللي هو الخوف من الله وبرضه راجي رحمة الله سبحانه وتعالى. لو أنا حدثتكم عن حديث الرجاء، وأدي رحمة ربنا واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، وأدي يعني يوم القيامة الناس ستطمع في رحمة الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني له 100 رحمة ونزل منها جزء، اللي بيشايفينه كل ده الرحمة اللي ما بيننا احنا وبين بعض، وما بين رحمة الأمومة والأبوة ورحمة الحيوانات، كل هذه الرحمات ده جزء واحد ربنا منزله من 100 جزء سايبها ليوم القيامة. لا، وفي حاجة كمان في الآخرة، في حديث ان الجزء اللي نزل ده هيطلع يوم القيامة عشان يبقى الميت رحمة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فتسمع هذا الحديث يا تفرح، تقول الحمد لله رب العالمين. تسمع ان احدهم يوم القيامة يأمر الله به الى النار بعد ان يحاسب ويقرر الى النار.
فيطأطئ رأسه. بعد أن تأخذه الملائكة والملكة واخدها كده رحيم بالنار وهو بطأطئ رأسه كده وينظر، فيقول له ارجعوه. فيسأله الله سبحانه وتعالى مالك؟ قال ربي كنت أظن أنك ستدخلني الجنة. كنت متوقع، مش متوقع أن أنام معايا كده، توقعتش أنك تعذبني كده وتدخلني النار يا رب. قال الله خذوه إلى الجنة، خلاص روح الجنة. شوف، انظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى رحمة الله عز وجل. فلما تقرأ هذا الحديث تستبشر برحمة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لما تقرأ عن آيات الخوف ترتعب، إن قدي يوم القيامة يعني يؤتى بأناس معهم جبال من الحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، معهم جبال ماشيين كده ماشي عمال يبص، الله أكبر، حسنات جبال. طب ايه المشكلة بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الله هباء منثورا، كله يذهب هباء منثورا ولا فيها أي منفعة. فيقولون يا رسول الله وما لهم؟ أتبدل أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويقومون من الليل كما تقومون، يقوم الليل ويتصدقون ويحجون كل شيء، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يخلو كده بينه بالنفس ينتهك محارم الله سبحانه، شيء يخوف. وإن المفلس الحقيقي يوم القيامة اللي يأتي بحسنات كالجبال، وبعدين ضرب ده شتم ده تكلم في حق ده ياخد من حسناته، ده ياخد من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تقرأ إن واحد بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قبل ما النبي يوزع الغنيمة كده هو لقى شملة، الشملة اللي احنا بنلبسها الشملة شال، فأخذها دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قامت الحرب تاني وبيقاتل مات، مقتول في سبيل الله. فالصحابة ماشيين بقى، فلان على القتل، فلان شهيد، وفلان شهيد، وفلان شهيد، حتى ما جم عنده فقالوا وفلان شهيد، قال لا استنى بقى هنا، استنى ده شهيد ايه؟ إن الشملة التي اشتملها لتشتعل عليه نارا في قبره. واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بس علشان شملة، الموضوع مش محتاج، دي هتشتعل عليه نارا في قبره، ودل على عذاب القبر، ودل على عذاب القبر كثيرة يعني. فالشاهد إن في جانب ممتع جدا في الحديث عن القبر، وفي جانب أسود، جانب مظلم أيضا كذلك. نفس الحديث عن الآخرة، في حديث عن الجنة تسمع الجنة والناس اللي تدخل الجنة تبقى فرحان وراجي رحمة الله، تسمع الحديث عن النار تخاف، تخاف جدا جدا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يذكر حديث، شوف الحديث ده مرعب مرعب، أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، طلع الناس اللي تدخل النار على جنب. فيقول وما بعث النار يا رب قد ايه دول؟ قال من كل ألف، من كل ألف كام؟ 100 هيدخل النار، من كل ألف كام؟ 500 يدخل النار، تعرف من كل ألف كام؟ 999. متخيلين؟ من كل ألف هيدخل النار 999 وواحد يدخل الجنة. فجث الصحابة على الركب، قالوا لا العوض زي ما أنتوا كده فقدتوا الأمل دلوقتي، وكمان واحد في الألف هيدخل الجنة. الصحابة جثوا على الركب، على العوض خربت كده، هنعمل إيه بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا
ابشروا فين؟ فين ابشروا بقى في الحديث ده؟ من 1999 فين البشرى؟ قال ابشروا. فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. يبقى الواحد ده هيكون من الأمة قصاد، ده يدل على عدد يأجوج ومأجوج رهيب رهيب فعلا، يعني فعلا لا طاقة لأحد بقتالهم، كما ذكر الله لعيسى عليه السلام في آخر الزمان يقول حرز عبادي إلى الطور في أشراط يوم الساعة وفي علاماته وكده، بعد ما يقتل المسيح الدجال يقول له بص بقى في مصيبة تانية طلعت أسود من الدجال، ايه هي؟ قال لك المصيبه كمثله، يعني ليأجوج ومأجوج حرز عبادي الى الطور، روح للطور وخذ عبادي هناك واستخبوا هناك، فاني اخرجت عبادا لا قبل لاحد بقتالهم. دول انت قتلت المسيح الدجال، بس دول ما لا يعني استخبوا انت عشان اتولى الموضوع. يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم مرض ويميتهم جميعا ويرسل طير فتاخذهم الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان يأجوج ومأجوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، فاستبشروا الله فكبر الله اكبر، ايوه ادينا بشرى كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قال ما انتم في، تعرفين انتوا قد ايه اصلا؟ عشان اقول لك النسب بقى كده عشان تعرف نسبه اللي اخش النار ونسبه اللي اخش الجنه. قال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. عارف لما يكون عندك عجل كل أبيض من أوله لآخره كله أبيض وفي شعراية واحدة بس سوداء، الشعرة دي بتمثل قد إيه بالنسبة للعجل؟ ولا واحد في المليون، ولا واحد في المليون، صح؟ يعني قال أنتوا كده بقى، أنتوا في الأمم ولا واحد في المليون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا واحد في المليون حد، تمام؟ مالهم بقى إيه اللي هيجعلهم يوم القيامة؟ ونبي لهم أنتم بقى هتاخدوا ربع ربع الجنة، إيه رأيكم؟ الواحد في المليون ده هياخد ربع الجنة. فكبرنا الصحابة الله أكبر ياه. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ تلت، أنا كل ربع كنا فرحان، الله أكبر فكبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ والله إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، أنتوا تاخدوا نص الجنة. فكبرنا أصحابه فارح جدا جدا جدا. وعلى فكرة هي أكتر من النص كمان، لأن في حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يوم القيامة لما يجوا يدخلوا الجنة واقفين قدام الجنة كده هيبقوا 120 صف. الصف قد إيه بقى؟ الله أعلم، يعني يمكن يكون الصف ده ملايين من الناس طبعا، ده أكيد يعني، ده مش اكيد، ده اكيد اكيد، لان في حديث عن الذين يدخلون الجنه بغير حساب دول 70,000 واحد، في بس 70,000 كده هيدخلوا الجنه من غير حساب، يعني يطلع من القبر يقول له اتفضل حضرتك الجنه، ملوش دعوه ولا يتحاسب ولا شيء، 70,000 واحد بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي، ده من امه سيدنا محمد، من امه سيدنا محمد، فاستزدت ربي، فربنا كريم اداله ايه بقى؟ قال فأعطاني مع كل 1999، مع كل 1000 70,000، خلاص 99 الحديث اللي فات، مع كل 1000 70,000. متخيلين الرقم اللي هيدخل الجنة بغير حساب؟ فأعطاني مع كل 1000 70، يعني هم 70,000 ومع كل 1000 منهم 70,000، يعني تضرب 70,000 في 70,000، دول اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب. يعني في ناس هتدخل كتير بعدهم، بس دول ايه؟ بس دول مش بغير حساب، يعني في ناس هتحاسب وهتدخل الجنة بس دول اللي هيدخلوا بغير. فدل ذلك ان ال 120 صف دول كتير جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة هيقفوا كده قدام الجنة لما كلهم، كله بقى المسلمين من هذه الأمة والمسلمين من اتباع الانبياء السابقين، كله اتفضل يلا اعملوا له صف كده بقى عشان تدخلوا الجنة، إن الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. فواقفين 120 صف. عارفين إحنا كم منهم؟ أمة محمد كم صف فيهم بقى؟ 80 صف. 80 صف بس من أمة محمد، الأمة اللي هي الشعرة اللي عددنا ولا شفاء. فإحنا نحمد الله سبحانه وتعالى إحنا من أمة محمد.
صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم المكرم، ده فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عملت اليهود على قيراط القيراط، وعملت النصارى على قيراط القيراط، ونحن على قيراطين قيراطين. يعني ايه؟ حديث كان مثلكم ومثل الأمم كمثل رجل استأجر أجراء من قال: فمن يعمل لي من الغداة إلى الظهيرة، أو كما في معنى الحديث، وله قيراط قيراط، هياخد إيه؟ قيراط، كل واحد ياخد قيراط من الأجر. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من الظهر إلى العصر، وله قيراط قيراط، كل واحد ياخد قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب، ودي فترة أقل فترة اللي هي من العصر المغرب، دي فترة سريعة كده وجميلة يعني، اللي هي الخاتمة بقى اللي بيختموا دول. قال: من يعمل لي من العصر المغرب على قيراطين قيراطين، الأجر مضاعف والوقت أقل. فغضبت اليهود والنصارى، طبعا إحنا آخر ربنا، فغضبت اليهود والنصارى قالوا: عملنا أكثر وأجرنا أقل، ليه؟ فقال الله: هل أنقصتكم من أجوركم شيء؟ أنا وعدتك أنك هتشتغل لك قيراط قيراط، هل أنا أنقصتك؟ فيقولون: لا. قال: فذلك فضلي أتيه من أشاء. مش قصتك، لما أجي أنا عندي ناس شغالين عندي في الشركة، ومتفق أن كل واحد مثلا هياخد 100,000 في السنة، فجيت في آخر السنة تفضل أنت أجورك كلها، وجيت على واحد منهم قلت له: بص بقى، أنت تاخد 1,000,000. حد من الشركة يقول: ازاي هو 1,000,000؟ انت مالك، انا مش متفق معاك على 100، خدت ال 100 حقك. خدت ال 100 حقي، فلوسي بقى انا حر فيها، مالكش فيها بقى انت لاي حد. فكذلك الله سبحانه وتعالى معنا الاجور مضاعفه مضاعفه، احنا ربنا اعطانا شيء مثلا زي ليله القدر دي خير من 1,000 شهر، اللي يقيم بس ليله القدر يا لاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. عارفين 1,000 شهر يعني قد ايه؟ 84 سنة. يعني ليلة القدر بكام؟ 84 سنة عبادة متامة. متفقين؟ متفقين مع الدكتور شان إن ليلة القدر بألف شهر خير من 1,000 شهر. شفت بقى حاجة مديحة مركزة يعني. ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر خير، يعني خير؟ مثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أحسن. فربنا يقول والله يضاعف لمن يشاء. أحسنت، يعني مفتوحة الخير، افتح بال الخير. ما أنت بتقولوش إيه يعني 84 يا عم، أقول لك خير أحسن. يعني 4 يا عم، خلاص افتح، سيبها ما تناقش، سيبها مفتوح. يمكن يكون 100,000 خير من 100,000 شهر، ممكن ربنا يعطي الواحد 120 يديله 1,000,000، سيبها بقى لله سبحانه وتعالى. فدي ميزة لهذه الأمة، إنك تقوم ليلة واحدة بس، فيتكتب لك إن أنت قمت 84 سنة. لو قلنا بس إنها بقى 1,000 شهر يعني، ويضاعف الله لمن يشاء، يعني ده أقل حاجة يعني، ويضاعف الله لمن يشاء في ليلة واحدة. ولذلك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. إحنا آخر أمة، بس يوم القيامة هنكون أول أمة، أول أمة تحاسب أيضا. لأن أصلا أنتوا عارفين لما القيامة تقوم الحساب مش هيبدأ، مش هيبدأ، مش القيامة قامت وإذ قال الله وقفوا عشان نبدأ الحساب، لا، ده الناس قامت ويا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيه هي يا ناس. فهذا ما وعد الرحمن، يوم أهل العلم يتكلموا بقى وصدق المرسلون، ده يوم القيامة. يا يعني النهاردة القيامة، الكلام اللي كنا بنسمعه من الشيوخ ده كله النهارده، يعني الجنه النهارده والنار النهارده، وتبص تلاقي النار جايه والجنه. طب ابدا الحساب، ما فيش حساب، الناس كلها واقفه ومش عارفه اخرته ايه، دي صعبه جدا. واقف، طب هدخل الجنه، طب هدخل النار، طب ايه اللي هيحصل؟ والوضع والموقف اصلا صعب على كثير من الناس، وفي ناس بيبقى الموقف على سهل. ربنا ييسر علينا يا رب امور الدنيا والاخره. الناس كلها واقفه، نبدا الحساب ومحدش يقدر يجرؤ يقول يا رب ابدا الحساب. تقدر تقول الكلمه دي يوم القيامه؟ يلا يا رب ابدا الحساب، تقدرش تقولها. طب نعمل ايه؟
نشوف حد يكون قريب قوي من ربنا. الانبياء يروحوا لسيدنا ادم يبدا الحساب يقول لهم ما اقدرش. ليه؟ ان غضب ربي غضب اليوم غضبا. تعرف بس الموضوع مش سهل. ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ما غضبش قبل كده زي كده ابدا ابدا. ربنا لما غضب على قوم لوط لما فعلوا الفاحشه، اول شيء ارسل جبريل راح طامس مجموعه منهم اعماهم في الاول كده، اللي هم كانوا بيخبطوا على باب لوط، بيقولوا له افتح الباب عشان الضيوف اللي عندك جوه، وهم ما يعرفوش ان الضيوف اللي جوه مين، ملائكه، ولا حتى سيدنا لوط يعرف ان اللي جوه ملائكه، محدش يعرف. فهو وقف على الباب ولا وان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، حرام عليكم، اليس منكم رجل رشيد يا ناس ضيوفي، حرام عليكم كده. وهم يفتح الباب وقلت روح اتجوزوا، قلت ليه كده، هذا السعر الشهواني، روح بره في البنات تزوجوا، هؤلاء بناتي. لا، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، مش عايزين احنا نساء، احنا عايزين الرجال اللي عندك دول، افتح. فسيدنا لوط لا مش هفتح الباب، حاولوا يدفعوا الباب. سيدنا لوط ينادي ويقول لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، لو انا لي قوه تقدر تحميني منكم، خساره ماليش حد في البلد، او اوي الى ركن شديد، اوي لحد يكون شديد كده يمنعني منكم. يطلع بقى يسمع الكلمه دي ويطلع جبريل بقى، يا لوط انها رسل ربك لا يصل اليك، افتح الباب. يفتح الباب ويجي طالع سيدنا جبريل ضربهم ضربه فطمسنا اعينهم، ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا اعينهم، راح عاميهم دول المقدمه بس، دي المقدمه كده، راح عاميهم كلهم وقال له الليله بالليل تطلع انت وانا ما نقعدش في البلد دي، وما تبصش وراك ولا يلتفت منكم احد، ما تبصش وراك. عارف ليه؟ لان الموضوع صعب، الموضوع لا يتخيل، العذاب ما تتخيلش، انت لو بصيت على العذاب ممكن انت تروح فيها، العذاب سيكون شديد جدا، في غضبه من الله شديده عليهم، فاطلع وما تبصش وراك لا انت ولا اهل بيتك. راح طالع بالليل، الدنيا وراه مش قادر يبص وراه، بس سامع اكيد بقى. سيدنا جبريل ينزل ياخد القريه كده ويطلع بيها، بجنب طرف من جناحه كده يطلع بيها، هيطلع بقى للسماء كده، وفي نفس الوقت في حجاره من نار بتنزل عليهم مع حاصب مع ريح، وحجاره بتنزل عليهم من نار جميعا، وبعدين يقلبها كده. شايف حجم العذاب اللي استمع عليهم، كل العمى مع الحجارة مع الحاصب مع الريح مع القلب، ولذلك سموا بالمؤتفكة يعني المقلوبة، لأن اتقلبت القرية بتاعتهم كلها. دي غضبة من الله كان. فهم بقى القيام يقول لك ايه، لا ده ربنا اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، لم يغضب مثل هذا الغضب من قبل، ولن يغضب بعده مثله، وهو مش هيغضب يعني الموضوع صعب. فانا اسف مش هقدر، سيدنا ادم مش هقدر اقول لربنا يا رب ابدا الحساب، ما ده والله ما اقدر اقولها. طب روح لابراهيم، يا ابراهيم انت خليل الله، ما اقدرش، روح لغيري. طب يا موسى، ما عليش فيها. يا نوح، كل الانبياء يعتذر، كله يعتذر، محدش يقدر، حد ما اروح للنبي صلى الله عليه وسلم، وده الوحيد اللي ممكن يعني يبقى له دلالة عند الله سبحانه وتعالى إنه يقف هذا الموقف الإنسان الوحيد صلى الله عليه وسلم اللي ممكن يطلب هذا الطلب من الله، فيقوم ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أنه يبدأ الحساب، فيستجيب الله عز وجل ويبدأ الحساب. يلا بينا، وأول شيء يفعل بها ينادى، أين الأمة الأمية ونبيها؟ أول ناس هنبدأ بهم النهاردة أمة محمد، فين هم؟ تعالوا لي هنا،
مشهد صعب يا أخي. يا رب كنا مثلنا بغير حساب، مش عايزين نتحاسب ولا عايزين نقف هذا المشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتفرج لنا الأمم طريقة. كله بقى أول ما اتنادى فين أمة محمد دول الأول، عشان إيه ما يوقفوش كتير في وسط الزحمة ديت والدوشة يلا تعالوا أنت بسرعة بقى. والأمم كتير جدا جدا جدا، أنا بقول لك إحنا ولا شيء في الأمم الست أول حاجة. فتفرج لنا الأمم طريقا، كل واحد يوسعوا لهم بقى كده إيه، وسع يا ابني أنا من أمة محمد، أوعى كده. فكل بقى يجري، أنا من أمة محمد، أنا من أمة محمد، كله يوسع بقى لحد ما يجتمعوا مع بعض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. احنا اخر امه، بس اول امه ستحاسب يوم القيامه هي امه محمد صلى الله عليه وسلم. يبدا بقى الحساب. عايز تخاف ولا عايز تخاف؟ اول ثلاثه هيسعروا في النار، تخيلوا بقى، من امه محمد صلى الله عليه وسلم كده في المشهد ده، من قبل بقى لفرعون وقبل الدنيا كلها، النار مسعوره. تعالى لي بقى سيدنا ابو هريره في صحيح مسلم، ابو الحديث ده لسه عايز يقوله، قال: حدثني انه صلى وشهق اغمى عليه، الحديث اللي اقول لك ده اغمى عليه، وتم فواه فيه على ما فاق. ايوه طيب، عايز يذكر الحديث اغمى عليه تاني، كل ما يذكر الحديث يغمى عليه ثلاث مرات، يغمى عليه يغمى عليه، مش قادر يقول الحديث. وفي الاخر ذكر الحديث ان اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه، اولهم قارئ القران. يا رب تعالى العالم، تعالى ما كنت أعطيتك العلم، أعطيتك القرآن، منحتك القرآن، فماذا عملت به؟ أقول يا رب قرأته وعلمته فيك الناس من أجلك أنت، علمت الناس. قال: كذب، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. وقد قيل ما حرمتكش، شفت عايز الناس تلم حواليك ومفيش حد زيه، وهو ده اللي اديتها لك، مش حاجة عندك. اوعى تقول لي انت تكذب عليا هنا، تقول لي انا عملته ليا مش ليا، عملته من اجل الشهرة والسمعة، وانا اعطيتها لك. الى النار، أول حد يتحط في النار ده القارئ والعالم، بس لغير الله. نسأل الله العافية والعافية. هذا الثاني اللي عنده المال، تعال عملت إيه في المال اللي كان عندك؟ يا رب تصدقت، أنفقت فيك المال، كذبت. الله يقول كذبت، ربنا يقول كذاب، والملائكة تقول كذاب. عيش المشهد معاه، يقول: يا رب انا الحمد لله معايا فلوس وبنيت بيها كذا وتصدقت بكذا، كذاب من الله سبحانه وتعالى. يسمع الكلمه دي وبص لها الملائكه كلهم حواليه، يقولوا: كذاب. بل انفقت ليقال هو جواد، مش عايز اسال عليك كريم وما شاء الله عليه والمتصدق. وقد قيل ما حرمتكش، اللي انت كنت عايزه اديته لك. إلى النار. وده نجيبه الثالث، المجاهد كان بيجاهد في سبيل الله ومات في الحرب، وإحنا شايفينه يعني مجاهد في الحرب. يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت من أجلك أنت. أسمع الكلمة من الله: كذاب كذاب. وتقول الملكة: كذبت، بل جاهدت ليقال هو جريء وشجاع وبطل. إلى النار. فدول أول ثلاثة تسعر بهم نار القيامة، أول ناس هتحط في النار دول. طب اللي بعدهم إيه اللي هيحصل؟ إذا كان دول هيحصل فيهم كده. ومن المشاهد الجميلة بقى إن في ناس ربنا جه وتعالوا وقفوا،
تعالى أتذكر يوم كذا وكذا، يوما أعطيتك كذا وكذا، ألم أزوجك من النعم على الله سبحانه وتعالى من الله على عبده، ألم أزوجك وأرزقك الماء البارد وأذرك ترأس وتربع، مش أعطيتك كذا وكذا؟ قلت لا يا رب. في حديث آخر يعرفه بنعم علي ثم يذكر له بعض الذنوب، فاكر لما عصيتني في الموقف الفلاني، فاكر في الموقف الفلاني، فقل بلى يا رب، بلى يا رب، حصل يا رب، ما يقدرش ينكر. فيقول الله سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، خذوا إلى الجنة. يلا روح الجنة، شاهد رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. احنا مش بنتكلم يا اخواني او يا اخواتي عن قصة حصلت، ده انا بكلمك عن مشهد احنا رايحين له بكرة، انا وانت سنقف عليه غدا لا محالة. وبعدين يضرب الجسر، يلا مع الناس عايزة لا يروح الجنة ولا يروح النار، يضرب الجسر على النار، الجسر هو الصراط على النار. أدق من الشعر وأحد من السيف. عايزك تعيش معايا مشهد الصراط ده، علشان احنا هي مش سبهلله ولا جت جزاف، ان احنا في كل ركعه اقول يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم. دي مش جايه كده، فكلمه اهدنا الصراط المستقيم عايزك وانت بتقولها تعيشها بقى، عشان تعيش كلمه اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاه. هجيب الشاحن بس على الصراط. الشاهد اهدنا الصراط المستقيم اللي بنسألها لله سبحانه وتعالى في كل صلاة احنا مش واخدين بالنا منها، المشهد صعب من أصعب ما يكون يوم القيامة. سيلقى جسر على ظهر جهنم. جسر يعني طريق، كلمة جسر أو صراط يعني طريق. فين الطريق ده؟ الطريق ده عشان توصل منه للجنة، هو ده الطريق الوحيد اللي يوصلك للجنة. بس كيف حاله؟ على جهنم، على متن جهنم، على ظهر جهنم. يعني عشان توصل للجنة، عيش معايا الموقف كده، انت عايز توصل للجنة، عشان توصل لازم تعدي على النار. يعني المشهد يوم القيامة ازاي؟ ادى النار ودى الجنة وبينهم الصراط اللي على النار. فانت عايز تروح الجنة، تفضل امشي على الصراط. ايه اهم شيء المشكلة؟ يعني ما اوصف لك الطريق الاول عشان تقول لي هتعرف تمشي فيه ولا ما تمشيش. أول شيء الطريق هذا فوق النار، وفوق النار ما تفكرش إن هو منير بسبب النار منورة، أصلاً النار بتاعة الأخيرة غير نار الدنيا، نار الأخيرة سوداء مظلمة. فأنت نار الدنيا من منافعها أصلاً إن هي بتنير لك، لا نار الأخيرة مش هتنير، نار الأخيرة سواد. وحتى علمياً من درجات النار الأحمر وبعدين الأصفرار وبعدين البياض وبعدين السواد، يعني وصلت لمرحلة السواد دي أشد وأعلى درجات الحرارة. فالصراط ما تفكرش إنه منور، هو مظلم، عندنا ظلمة أصلا. ده رقم واحد. رقم اثنين، الصراط رفيع جدا جدا، يعني أنت ممكن لا تكاد تراه أصلا، لا تكاد ترى. أدق من الشعر،
وأحد من السيف، حاد جدا جدا. تخيل لو بتمشي على السيف بيبقى حامي ازاي؟ ده حامي حاد جدا ودقيق جدا. تفضل يا مشعل. وعليه خطاطيف وكلاليب، يعني من الجنبين كده في خطاطيف بتخطف، يعني انت ايه لو ما مشيتش اصلا ما اتحركتش في خطاف هيخطفك ينزلك تحت. انت مطالب انك تمشي وتمشي بسرعه، امشي. انا بقى بحطيتك على الطريق ده وبقول لك امشي، وبعدين بقول لك امشي لمده قد ايه بقى؟ ده جهنم. امشي يعني ساعه ولا اثنين ولا يوم ولا يومين؟ لا. طب خليني اقول لك على حاجه عشان تعرف بس المسافه، او يعني تتخيل كده شيء، الشمس ولا الارض اكبر؟ طبعا الشمس اكبر، الشمس اكبر بمليون وتلتمائة الف مره من الارض. الشمس جمره في جهنم، الشمس هتبقى جمره حجره، تسقط كده في النار، ده حجره في جهنم. انا بقى مش بقول لك اقطع مسافه قد الكره الارضيه ولا قد الشمس اللي هي اكبر من الكره الارضيه بمليون وتلتمائة الف مره، ده انا بقول لك اقطع اقطع النار، عديها بقى. عشان طب هعديها ازاي دي؟ اللي انا على فكره اللي بكلمك عليه ده مشهد هنعدي عليه بكره غدا بين يدي الله. فالناس بيكون مستعدين، لازم نمشي على الصراط المستقيم كده في الدنيا علشان نمشي على الصراط المستقيم كده في الاخر. اللي هيمشيك ساعتها بقى والدنيا ظلمه كمان، طب انا امشي ازاي؟ اللي هيمشيك في هذا المشهد هو عملك الصالح، هينير لك، هتبص تلاقي ربنا يعطيك، هيعينك ربنا، يعين المؤمنين في هذا المشهد. هو المشهد صعب جدا، بس اللي معاه نور من الله واللي معاه ايمان وعمل صالح المشهد هيكون سهل عليه، عشان تعرفوا بس الاخره تبقى عامله ازاي. فاول شيء المؤمنين هيبقى معاهم نور ينور لهم. قال الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال الله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، استنى، نقتبس من نوركم. المنافق معهوش نور، هو ماشي مع المسلمين كده وخلاص، بس ما عملش حاجة حلوة بحياته عشان تنور له الآن. فيوم ينادي على المؤمنين: استنى همشي على النور بتاعك وراك، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قل له ارجع، رجعوا وراكم يا روح الدنيا. وانت النور ده احنا جايبينه منين؟ احنا جايبينه من الدنيا. روح الدنيا عشان تأتي بمثل هذا النور، هتقدر تروح؟ مش تقدر تروح. ينادونهم ألم نكن معكم، شو كنت معك في الدنيا؟ ايه مش معك ليه انا الان ومعيش النور هذا ليه؟ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ربنا يسألك يقول لك إيه ما أنش الأوان تخشع وتعود إلى الله آن الأوان ولا إيه؟ قل آن يا رب الآن يا رب آن آن الآن كما قال سعيد لما سمع هذه الآية سعيد بن جبير قال آن يا ربي الآن. إحنا بنقول آن بس سيبني شوي بكرة إن شاء الله من أول رمضان أوعدك هتغير من أول رمضان مش رمضان ده يعني لو بتغدش رمضان ده يبقى اللي بعده إن شاء الله أو من أول يناير كده. فقل آن الآن آن يا رب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال بعدها ربنا سبحانه وتعالى ذكر الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا اسمع ما ربنا بيوصف لك الدنيا دي واسمع كلام الله وتأمل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل ما يتفاخر يفخر بنسبه يفخر بعلمه يفخر بشكله ويفخر بأولاده ويفخر بماله ويتكاثر يتكاثر كل واحد عايز تكاثر من التفاعل كل واحد يبقى ايه انا الاغنى الهكم التكاثر مش الكثره مش واحد. احنا مش المشكله عايزين يبقى عندنا كتير لا انا عايز يبقى عندي الاكثر يعني عاشر اغنى رجل في العالم بيشتغل ليل نهار ليه عشان يبقى التاسع والتاسع بيشتغل عشان يبقى الثامن واغنى رجل في العالم ليل نهار بيتعب ويجاهد عشان يحافظ على المكان اللي هو فيه ما ينزلش على الاول هذول اغنى الناس في العالم ما بالك بقى بغيرهم فالتكاثر ده بقى انا اكثر منك مالا واعز نفرا كله عايز الحته دي انا اكثر انا احسن انا اجمل انا احلى انا عيلتي انا قبيلتي انا عايزين الحته دي ربنا بيقول لك اسمع الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا الوحيدة في القرآن اللي مش معنى الكفار. الكفار في هذه الآية معنى الفلاحين. كفار في هذه الآية معنى الفلاحين. ليه الفلاحين؟ لأن هم بيكفروا الزرع. إيه يا عم الشيخ بيكفروا الزرع دي؟ يعني بيغطوا الزرع. ما هو التكفير اللي هو الإيه؟ إنك كفر. على فكرة حتى كلمة كفر في الإنجليزي متاخدة من كفر في اللغة العربية. كفر الشيء يعني إيه غطاه في اللغة العربية أصلا. فالإنسان الكافر غطى نفسه عن الإيمان. زي ما الدكتور شان كده متغطي ونايم ومش مركز معايا أصلا تقريبا. فكفر يعني إيه؟ يعني تغطى. تمام. فالفلاح بيحط الزرع في الارض ويجي مغطيه فبيسمى كافر لهذا الامر. فانت لو عندك بقى واحد فلاح دلوقتي صاحبك تقول له كافر لا مش لازم. كمثل غيث اعجب الكفار نبات. الفلاحين اتبسطوا كده من الغيث اللي نازل من السماء والميه كترت في الارض والزرع عمال يطلع وفرحانين ومبسوطين بالمنظر. بس هل ده هيدوم؟
مشهد ده هيطول، مش هيطول، شوية وهيروح. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، الآخر كده. تلاقي الإنسان الرجل أو المرأة في بداية شبابه وحياته كده، اللبس والعضلات، ولا المرأة كده بشياكتها وجمالها، كلها كم سنة خلاص. لا صعب طبعا، تو ذا اند اوف ذا سورة صعب. فالشاهد ان كل واحد يبقى فيه بيمر بطور في حياته كده من الجمال والخفة والنشاط والحركة والقوة، وبعدين يبدأ يتضاعف يتضاعف، يرجع بقى. السنة نفسها اللي بتمر علينا دي بيمر علينا فيها كل حاجة. بص له الشجر كده، شوفوا في شهر الخريف كده، الشجر الجميل والألوان اللي بتبقى متزاهية في الشجر، وبعدين كله ينزل، كله ينزل. هي دي الدنيا، كأن ربنا بيعطينا أمثلة رهيبة حوالينا كتير عشان ما ننساش الآخرة، ومع ذلك بننسى. بس فعلى على الصراط بقى، ناس تجوز الصراط كالبرق، الله أكبر. في ناس تحط على الصراط راح، حطيته على أول الصراط ما أخدت بالي اللي هو عدى. وناس توضع على الصراط فمنهم من يجوز كالبرق، ومنهم من يجوز كالريح، ومنهم من يجوز كأجاويد الخيل والركاب، كأنه راكب عربية ما شاء الله. ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من تلحفه النار، ومن مرة تلفحه النار، مرة يقوم مرة ويتكئ مرة ويقعد. ومنهم من يمشي على وجهه، والعياذ بالله. لذا قال الله: فمن يمشي مكبا على وجهه هدى، فمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يحكم انت. في ناس تمشي على وجهها، على وجهها يوم القيامه على الصراط. حتى بيسالوا النبي بيقولوا: ازاي واحد يمشي على وجهه؟ مش عارفين احنا دي، هيمشي على وجهه ازاي؟ قال: الذي جعله يمشي على رجلين في الدنيا قادر على رجاله يمشي على وجهه في الاخره. موضوع سهل جدا. هو ماشي على رجليه ازاي في الدنيا؟ عشان ربنا جعله قادر على هذا، هيجعله يمشي على وجهه في الاخره. يا الله. ومنهم من يسقط، فناجم مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. في اللي هيعدي ما يحصلوش حاجه، وفي اللي هيعدي بس يعني ما هيتظبط كده شويه، من لفح النار، من حدة السيف أو حدة الصراط، والكلاليب اللي عمالة تخطف هذه، وفي الآخر عدة. الحمد لله. وفي اللي هينزل تحت، ربنا ما يجعلنا وإياكم منهم أبدا. لذلك الخلاصة ربنا يقول إيه بقى؟ وفي الآخرة عذاب شديد، ده نهاية الآية بتاعت عذاب النار، الحياة الدنيا الآخرة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فأنت لازم تبقى عارف ده كويس. خلاص اللي عايز أوصله لك النهاردة. وعلى فكرة أنا ولا كنت يعني مش دارك تتكلم فيه نهائي اللي اتكلمت معاكم النهاردة، ولا كان في بالي أتكلم عن شيء خالص من الموضوع ده. ده كانت مقدمة علشان أقول لكم بس الخوف والرجاء ورحمة الله الاثنين يعني. لكن كنت عايز أتكلم في القبر بقى، واللي يحصل في القبر. ما تكلمناش عن القبر ولا جبنا سيرته، اللي هو المرحلة الأولى أصلاً يعني. فيمكن من رحمة الله بيكم، لأن الموضوع صعب. لما وصل ذكر القبر وما فيه، فحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: فضج الناس ضجة، الناس ضجت في المسجد خايفة. موضوع مرعب يعني. فالحمد لله عشان تناموا قادرين يعني النهاردة. أتمنى تكونوا خفتوا. أنا عايزك تخاف، وعايزك تخاف، بس تخاف خوف يحدوك ويحثك على طاعة الله واجتناب معصية الله، مش يقنطك من رحمة الله. تمام جدا. أنت لازم تخاف من ربنا، لأن ربنا يقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ده من علامات الإيمان. أنا في مرة كنت بتكلم في مسجد في مصر، وطبعا كان في مسجد هاي كلاس شوية الناس يعني، كانوا زعلوا مني بعد الخطبه. ليه؟ كنت بتكلم عن الغفله والاخره. انت ليه بتخوفنا من ربنا؟ والله يقولوا له كده: احنا المفروض ما نخافش من ربنا، احنا نحبه بس.
الكلام ده غلط، ما عندناش احنا نحبه، بس احنا نحبه ونخاف منه الاثنين، نحب ونخاف، طامع في رحمته وخايف منه في نفس الوقت، لان احنا عندنا قاعده ان من امن العقوبه اساء الادب. لو تميت تقول لنفسك بس الحب والرحمه والحنان واللي يعصب عايش حياه ربنا غفور رحيم، نفسك هتروح منك. لذلك يا اخواني العلماء يقولون الخوف والرجاء كجناحي طائر، لازم تطير بهم الاثنين وانت ماشي كده في العباده لله سبحانه وتعالى، وفي الدنيا معاك الاثنين خوف ورجاء، في الاخر ده عذاب شديد ومغفرته من الله ورضوانه. يبقى عارف ان الاخره فيها رحمه وفيها رضوان وفيها عذاب، وانت لازم تبقى الاثنين في مستوى واحد كده وانت ماشي مع ربنا. هل يمكن تغلب احد الجانبين؟ احيانا نعم. ازاي؟ لو نفسك دعتك الى المعصيه وطمعتك في رحمه الله وجعلتك يعني تعصي الله بسبب هذه الرحمه، يبقى لازم تذكرها بالايه؟ بالخوف. يا عم ربك غفور رحيم ومش عارف ايه وعديها وذا الناس لبعضيها ساعة الجحيم ربك رحيم. لا لا، لما في عذاب يوم القيامة في نار وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تخوفها شو محتاجة تتخاف شوي. طيب لو واحد بقى نفسه يعني وصل لمرحلة من المراحل بعد المعصية وعنده ذنوب ومعاصي والشيطان بيقنطه بقى من رحمة الله، يقول له بص انت ما عادش في منك رجل، ده انت عملت كذا وعملت كذا، خلاص انت ربنا يغفر لك، انت انسان مش كويس اصلا، وتروح تصلي ليه وتصوم ليه؟ ما خربت خلاص خربه. فلو انت الشيطان سمعت الصوت ده تقول لا تعالى هنا، ده في واحد قتل مش 99 قتل 100، ما هو كملها بعمك الشيخ اللي في النهايه وكان 99 والشيخ اللي قال له انت ربنا مش هيغفر لك، قال له طب خلاص تعالى يا عم الشيخ طالما مش هيغفر لي فنكملها بقى، فكملهم 100. انت متخيلين البني ادم ده عامل ازاي؟ في الاخر ربنا يدخله الجنه، تاب الى الله سبحانه وتعالى واناب الى الله. فالمشهد ده تذكره لنفسك امتى؟ لما تلاقي الشيطان بيقنطك من رحمه، تقول له لا ده رحمه ربنا واسعه وكذا 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 وكذا. لكن لو نفسك شغاله في الذنوب والمعاصي ما فيهاش تقول لا ده ربنا غفور رحيم، ما احد، هتسود اكثر وستسير اكثر واكثر في هذا الطريق. فيبقى عشان توقف نفسك من الذنوب والمعاصي خوفها، خوفها اكثر، وعلشان تشجعها ان هي تتوب تطمعها في رحمه الله سبحانه وتعالى. عرفت بقى؟ يبقى انت لازم تمشي ما بين الخوف والرجاء الاثنين، وتغلب ده وده حسب الموقف. وطبعا عند الموت يقول العلماء يغلب جانب الرجاء عند الموت، واللي موجود يذكر الميت برحمه الله. المشهد ده محتاج رجاء مش محتاج خوف بقى، خلاص بتسيب الدنيا وماشي. يا صح هتخاف؟ اخوفك ايه؟ ما سبب اخوفك عشان ما تعملش ذنوب، انا خلاص بموت خوفني ليه؟ وتيجي على واحد يموت بقى وتقول له القبر وعذاب القبر والاخره هتموته هو كده كده ميت فسيبه يعني. الله بس قولوا قول هذا واستغفر الله لي ولك، كفايه عليكم كده. لو انت عندك سؤال ولا حاجه تناقش. تمام. انا عندكم من سؤال؟ الحمد لله ما فيش اسئله، نحمد الله. لا لا في سؤال. وقفت الدم بعروقنا، بدك انا نسال. السلام عليكم شيخنا. سؤالي والله هو فقط كان في حديث اللي مع صديقة، ويعني قاعدة نحكي عن مغفرة الله والله سبحانه وتعالى يعني من الذنوب التي لا تغفر، من الذنوب التي لا تغفر ورح يكون فيها الإنسان خالدا مخلدا في النار، هو الشرك في الله، صح؟ أو وعدم الإيمان بالله.
وهل يغفر كل شيء دون ذلك؟ طبعا كان صحيح، نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أوكي كانت هذه هي النقطة، لأني أنا سألتها إنه هل الله سبحانه وتعالى ممكن يغفر، كنا عم نحكي عن المثليين وهلأ الأشياء اللي عم تحصل في هذا الزمن وفي مسلمين مثليين يعني، وممكن يكون مسلم مثلي بعرف المثلية جريمة من أكبر الجرائم، يعني ذنب عظيم جدا، ولكن هي ليست كفر، يعني اللي بيفعلها ومؤمن بالله ممكن بيصلي وكده وعارف أنه على معصية ولازم يتوب منها، هو طبعا وزره عظيم، بس ده يوم القيامة لو اتحاسب هو مسلم وهيتحاسب على المعصية بتاعته تشمله رحمة الله فيما بعد، بعد ما يتحاسب كده ويتشوى في النار شوية على اللي عمله يذهب إلى الجنة، نهايته إلى الجنة أنه مسلم وأنه مؤمن بالله. الذنوب والمعاصي، الزنا، هو الزنا زي الزنا واللواط والقتل وكل هذه الأمور دي كبائر مش كفر، تمام جدا، تمام، إلا بقى إذا واحد قال إن ده حلال، ده حقي، حرية، إيه الحرام اللي فيها، فهنا هيكفر لأنه أحل ما حرم الله، هنا يكفر. تمام، جزاك الله خير. والله قدامنا طريق طويل، طريق طويل جدا جدا، يا والله الله يستر. واللي يموت مؤمن بالله سبحانه وتعالى بيستريح، يا والله، يعني استريح من عناء الدنيا طب شيخنا تقدر تحدد الإيمان والإسلام، أنا مسلمة أم مؤمنة، كيف أفرق بين ذلك؟ أولا الإسلام والإيمان بينهما ترادف وتغاير، وخلينا نشرح لك الكلام ده معناه، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، في أنا فهمتش حاجة لسه برضو، يعني لو الإسلام لوحده جاء في سياق بيشمل الإيمان معه، يعني لما اقول ايه يا مسلمين اعملوا كذا، ولا لما ربنا في القران ينادي المسلمين، ولا لما النبي ينادي المسلمين، ما ينفعش واحد يقول لك ايه انا بيكلمنيش انا، ليه حضرتك اصلا انا عديت المرحله، انا مؤمن حضرتك انا مش تبع الموضوع ده، لا، ما كلمه اسلام تشمل الايمان فالجميع، وكذلك الايمان لما اقول يا ايها المؤمنون يا ايها الذين امنوا فعلوا كذا وكذا وكذا، فما يجيش واحد يقول لي انا مش هعمل يا شيخ، ليه يا حبيبي، اقول له انا لسه مسلم، انا غلبان ما وصلتش درجه الايمان دي، ربنا بيقول يا الذين امنوا وانا انا مسلم غلبان ما. لا، لما ربنا يقول الاسلام يبقى الكل، لما يقول المؤمنين يبقى الكل، لكن لو جاب لك في سياق واحد الاسلام والايمان الاثنين مع بعض يبقى هنا في فرق، يعني لو جابوا الاثنين في سياق واحد في نص واحد في كلمه واحده هنا يبقى في فرق، لما يقول المؤمنين يعملوا كذا والمسلمين يعملوا كذا يبقى هنا في فرق بقى. طب ده فين؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني أنت بس لسه أتيت بالإسلام، لسه داخل في الإسلام جديد، الإيمان ده محتاج بقى إيه، تصلي وتصوم وهذه الأعمال الصالحة تزيد في إيمانك، يعني في علاقة ما بين الإيمان والعمل الصالح. طب هل ممكن يكون المؤمن المقصر؟ العلاقة إيه؟ إن الإيمان لما يكون عندك إيمان بيدعوك إلى العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبيدعوك العمل الصالح، العمل الصالح يزيد الإيمان في القلب، يعني لما تعمل عمل صالحة إيمانك يزيد، فإيمانك يزيد فيأمرك هذا الإيمان بزيادة الأعمال، فتزودت الأعمال الصالحة إيه اللي يحصل؟ يوم الإيمان يزيد،
انت شايفين العلاقه بين الايمان والعمل الصالح؟ يبقى العمل الصالح بيزود الايمان، وزياده الايمان تدعوك الى زياده العمل الصالح. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقوم الصلاه وتؤتي الزكاه. في حديث ثاني سئل ما الايمان؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقوم الصلاه. الاصل ان دول الاركان الخمسه هم الاسلام، وان الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويزداد بقى هذا الايمان في القلب مع زياده الاعمال الصالحه. تمام. فانا مسلم ولا مؤمن؟ انا الاثنين، مسلم ومؤمن، بس درجة الإيمان إيه هي دي اللي بيختلف بقى. درجة الإيمان بتختلف من شخص لآخر حسب الأعمال الصالحة اللي هو بيفعلها. وضحت؟ فأنا مسلم ولا مؤمن؟ أنا الاثنين، لازم أنا مؤمن، مسلم ومؤمن. يعني يعني مسلم يعني الأركان الخمسة، يعني مؤمن يعني أؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر. بتؤمن بهذا؟ طبعا أؤمن بهذا. في بقى أنت مسلم ومؤمن، درجة إيمانك هي ده اللي بيفرق واحد من التاني. في درجة أعلى من الإيمان شيخ؟ إحسان بقى. وهو حتى الإحسان ده هو هي مش درجة منفصلة. يعني مش اللي وصل درجة الإحسان خلاص ما عادش مؤمن. هو ما عادش مؤمن بكافر. هي درجة عالية جدا من الإيمان. درجة عالية من الإيمان هو الإحسان. والتزكية، تزكية النفس هل تدخل أيضا في، يعني هل هي تزكية النفس يعني إنسان هو تزكية هو تنظيف القلب من الحقد البغض الكره صح؟ هل هو هذا تزكية النفس؟ كيف يكون؟ ما بالأعمال الصالحة. تزكية هذا يكون بالأعمال الصالحة، ما ده اللي بقول عليه، إن الأعمال الصالحة هي لا تزكي القلب. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبالدعاء والصبر والإحسان إلى الغير وتحمل الأذى والدعوة إلى الله، كل هذه الأمور، قيام الليل والصيام، كل هذه الأمور بتنقي القلب وتنظفه. قراءة القرآن كل ده بينظف القلب، يغسله كده. هي دي التزكية. فالتزكية دي مش حاجة كده إيه هروح أقعد في كهف وألعب يوجا مثلا، لا. تزكية عمل الإيمان، عمل صالح، أشتغل، أصلي وأصوم وأتصدق وهكذا. هي دي الأعمال الصالحة اللي هتزود الإيمان لحد ما يوصل بقى لمرحلة من الإيمان عالية جدا، بحيث إن هو من المراقبة، من مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعبد الله كأنه يراه. وطبعا مش هيراه بس فإن لم يكن يراه، فإن لم يكن الله يراه فهو إيه؟ فإن لم يكن هو يرى الله فإن الله يراه. فلو هو ما وصلش مرحلة إنه كأنه شاف ربنا، فيبقى مقتنع إن ربنا مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة. تمام. عندي سؤال إذا سمحت شيخ. قلت إن الثلث الذين سيدخلون الجنة هم أمة محمد، من هم الأمم الثانية التي تدخل الجنة؟ كل الأمم، كل أتباع الأنبياء، يعني أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا إبراهيم، كل هؤلاء المؤمنون منهم يدخلون الجنة. يعني هو حاجة الجنة اللي احنا بس هم سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى ونوح والناس اللي أمنت بيهم دول، يروحوا فين؟ يعني بلاش الأنانية هذه، يعني كلنا إن شاء الله نكون في الجنة سويا بإذن الله. بس المسلمين من أتباع كل الأنبياء، لأن على فكرة إحنا ما فيش اسمها ديانة يهودية وديانة نصرانية، خدوا بالكم. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام ده هو دين جميع الأنبياء. وما أرسل ربنا مش هينفع يبعث لدول دين يقول لهم قل هو الله أحد، ويبعث لدول دين يقول لهم الآب والابن والروح القدس الله واحد. مش هيبعث لدول دين يقول لهم عيسى ابن الله، ويبعث لدول دين يقول لهم عيسى رسول الله. ما ينفعش، هو دين واحد ربنا بنزله كلام بيه. اللي كان بيختلف الشريعة بس، ايه الشريعة؟ الفقه، تصلي ازاي، تصوم ازاي، ايه اللي تتجوز منه وتتجوزش. يعني في شريعة مثلا ممكن تتجوز اختك، تتجوز اخت ازاي يا عم الشيخ؟ تتجوز اختك هذا بس بشرط ما تكونش توأم. دي شريعة مين بقى؟ ادم، شريعة ادم. وفي شريعة يجمع فيها بين الاختين، ممكن تتجوز المرأة واختها، يعقوب عليه السلام. نعم. وفي شريعتنا احنا
ما ينفعش، ولا عمتها ولا خالتها وهكذا، فبتفرق يعني. تمام. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. سؤالي بيتعلق بحياة البرزخ، ممكن أسأله هلأ ولا للدرس الجاي؟ أبي الدرس الجاي. طيب شكرا. علشان فعلا هياخد وقت، وأنا عايز أقول البرزخ ده لوحده بقى. نسكر مع الشيخ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق وتقفلوا؟ لا مشان حضرتك. لا لا تفضلوا ولا يهمك. ماشي تفضل. نحن وعدنا يعني ساعة ساعة وربع أكثر شيء. لا لا مش هلا صار ساعة وخمس دقائق. ما فيش مشكلة تحت أمركم. جزاك الله خير. ممكن سؤال؟ ساعة وربع يا خمس دقائق ليه؟ ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. هلا قلت إنه الأمم اللي بدها تدخل الجنة غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في أمم أخرى هن أمم الديانات. بس هدول اللي آمنوا قبل ما يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو بعد ما إجت الرسالة، رسالة الإسلام، هدول اللي ما آمنوا ما بيدخلوا الجنة ولا ممكن يدخلوا لو كان عندهم غير ديانات؟ النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. ده أي إنسان يسمع بعد سيدنا محمد، ما إحنا أمة سيدنا محمد بقى كلها، أمة سيدنا محمد كل البشر في أمة الدعوة، في أمة الإجابة، أمة الدعوة كل الناس، أمة الإجابة لهم إحنا اللي آمنوا بيه بقى. بس النبي مرسل لكل الناس دول، يعني المفروض رسالة النبي توصل لليهود والنصارى حتى الموجودين الآن، ودي مهمتنا إحنا نوصل لهم بقى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي مش هيس اللي هيسمع بيها ويرفضها طبعا خالد مخلد في النار. اللي ما سمعش بيها بقى خالص ومات على ذلك، ده بيبقى له حجة عند الله يوم القيامة. في حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل: أربع يحتجون عند الله يوم القيامة وذكر منهم رجل في فترة. فدول ربنا بيعملوا اختبار ثاني يوم القيامة. تمام؟ اختبار سهل. اختبار سهل. خشوا النار. لو دخلوا النار بيطلعوا منها، يدخل الجنة. تبقى عليه برد وسلامة. لو عصى الله وجها لوجه كده يوم القيامة ويخش يقول له مش داخل، طب هتدخل فيها غصب عنك بقى وما تطلع منها. تمام؟ أنا سؤال، عفوا يعني متابعة للأسئلة اللي انطرحت. هلا نحن عنا بيقولوا إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكى بما معنى إنه اللي ماسك على دينه بهالزمان هذا أو بزمن معين مثل اللي ماسك جمرة من النار، فإنه صعب كتير الواحد يكون متدين وواحد يكون ماسك الدين وماشي على كل الأمور الصح اللي لازم، عالم اللي لازم، يعني الله يعفو عنا، بس هي الحقيقة وهذا الواقع. طب والناس اللي مو مسلمين، بس في كتير بنسمع عنهم يعني ومنشوفهم ورفقات وأصدقاء معانا بالشغل بهالمجتمع هذا، كتير مناح وكتير بيعملوا أعمال خيرية وكتير هيك قلبهم لله، بس إنهم ما هم مسلمين، هدول شو وضعهم؟ بص على السؤال، قلت حاجة في الأول قبل السؤال هذا، أول حاجة قلتها الأخت حكيت إنه في يأتي عصر القابض على الدين كالقابض على الجمرة. هذا زمن أول في حاجتين كده، يعني في صعوبة إن الإنسان يعني صعب لإلنا، فما بالك للأجانب مثلا اللي ما نصلي على رسول الله ربيو على هالدين هذا. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالنسبة للقبض على الدين والقبض على الجمر، أعمل إيه؟ ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ومثلا يعني do your best، هات آخرك. وإذا بصوا في آية جميلة جدا جدا في القرآن، ربنا بيقول إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شوف الآية جميلة إزاي؟ إن تجتنب الكبائر،
الكبائر. الكبائر كل مقتول بوعيد شديد، دي كبائر كبيرة من الكبائر. ترك الصلاة طبعا أو تأخير الصلاة عن وقتها دي من أكبر الكبائر. القتل والزنا والسرقة والغيبة والنميمة مثل هذه الأمور. نكفر والربا طبعا من أكبرها. يجتنب الكبائر الصغائر ربنا يعفو عنها إن شاء الله وسمحنا فيها بإذن الله. ده بالنسبة للشطر. لو الشطر الثاني حتة وأنا زي وماله الثاني مش فاهم واحد دلوقتي مش مؤمن بالله. أنا بقى هو الموضوع اللي مندى صعب. أنا بطالب يؤمن بالله ورسوله إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس هو ده المطالب بيه، ده الأساس، ده الأساس المفتاح اللي يدخل بالجنة. لكن مطالب بأعمال تانية من الصلاة والصوم والصدقة ومثل هذه الأمور عشان يبقى مسلم حقيقي ويبقى مؤمن ومثل هذه الأمور. طيب إن فعلها الحمد لله مع دربة هيبقى مية مية، وأغلبهم الحمد لله يبقى كويس وكان أحسن من مننا إحنا كمان بيلتزموا بالدين كويس يعني. فالذنوب والمعاصي لازم نفرق ما بين الذنوب والمعاصي وما بين عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عدم إيمانه ده يعني كيف يدخل الجنة مع عدم الإيمان؟ هذا ده مسألة قطعية ليس فيها خلاف، وربنا حسمها في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن يشرك به. سمعني؟ سامعني. سامعني. يعطيك العافية، شكرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنا بنصحه قدر رسالتي بقى عشان بس تحته مهمة جدا يا إخواني وأخواتي. مهم، دي أهم مسألة لازم تاخدوا بالكم منها. حرصي على الآخرين، حرص على الآخرين يجعلني أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، مش إن أنا أغير ديني وأكفر بعقيدتي عشان بدعي إن أنا إيه. بس كتير من الناس كده يقول لي والناس دي تروح النار ليه، ناس غلابة وناس حلوين وناس مش عارف إيه. طيب أنت لا اعتقاد، في ناس كده بتكفر بصريح القرآن والسنة صراحة يعني، يقول لك لا ازاي ده يروح النار، يروح النار ليه؟ ده جميل وحلو وحبوب وبيتصدق ما روحش النار. لا لا يا عم، يا عم انت اهدى، هي النار دي بتاعتك عشان تدخل عند ربنا، انا دخلوا النار فاش تقول له مش هتدخلوش، انت مالك، انت تعمل اللي انت مطالب بيه. انا بقى لا، انا بؤمن بما، وهقول لك الفرق ما بينه وبينك ايه، هيبقى فرق شاسع جدا. فأنا قلت لا، أنا أؤمن بالله وبما جاء عن رسول الله، وإن الرجل ده لو مات على كده هيدخل النار. طب أعمل إيه؟ لازم فورا أروح له أكلمه أحذره، أقول له توب إلى الله وارجع إلى الله وأقدم له رسالة. فأنا مين بقى اللي خوفه على الثاني خوف حقيقي؟ في الحقيقة إن أنا خوفي مرتبط بعمل. أنت قلت لا لا ما مش هخش النار، سيبوه بقى يعربد في بلاد الله كما يشاء. لكن انا قلت لا، انا اروح له واخد على دي وانصحه واخليه انسان كويس واخليه مؤمن بالله، وحتى لو رفضني لو شتمني لو عمل العمل انا وراء ادعو الى الله سبحانه وتعالى. لكن تقول لا ونرفض امر الله امنك. واحد ملحد كنت بتكلم معاه كفر يعني من اجل هذه الامور يعني، يقول راح استراليا وانا مش عارف هو استراليا حلوه قوي ولا ايه، والناس حلوه هناك وجميله، فكفر هنا وصلى الله العفو والعافيه. فبكلمه قال لي الناس دي يخشوا النار ليه؟ فقلت له سبحان الله، يعني انت مش عايزه يخشوا النار لوحدهم، فعايز تكفر انت كمان عشان ايه؟ عشان تروح معاهم. طب هل ده صحيح؟ انت كده ايه اللي استفادوه منك؟ ما استفادوش منك بشيء. لكن انا لو عندك هروح واكلمهم وانصحهم واخد بديهم وعرفهم، بس هو ضال ساب الطريق وراح لحته تانية خالص ضلال. ثم تقول لا سيبه، انت بتقول سيبه وانا اقول لك لا انا اروح اجيبه للصراط المستقيم. فده الفرق ما بينه وبينك. تمام. فخوفنا على الناس لا يدعونا الى ترك عقيدتنا، خوفنا على الناس يخلينا ندعوها الى الله سبحانه وتعالى، خوفنا على الناس هتمسك بديننا أكتر وندعو الناس ليه، مش هسيب ديني عشان خاطر. الأخت هبة عندك سؤال؟ كأنه إجا اسمك مرتين. أوكي.
عندك سؤال أختي بقى؟ الحمد لله ما عندهاش سؤال. السلام عليكم. لا لا في عندي كان سؤال. كنت عمالي بحاول في الميوت. بالحديث عن الصراط المستقيم تذكرت تيتي الله يرحمها، وبدي بس استفسر عن صلة الصراط المستقيم والمرور عليه بالأضحية، لأن كان هي عندها يقين إنه الأضحية بدها تساعدها بالمرور على الصراط المستقيم. ضحوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، رواه كذاب. رواه كذاب. نعم. فهي يعني أنت هتركبوا الضحية بتاعتكم على الصراط يوم القيامة. بتتكلم ده منك حديث غير صحيح طبعا. لكن اللي كان بيتصدق لله سبحانه وتعالى، بيذبح لله سبحانه وتعالى، يؤجر على هذا إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا. لكن انتم تركبها والقيامة يعني مش هتبدلها تساعده ويركب عليها. ده حاجة ده تبقى مصيبة. والله العظيم اركب على الصراط المستقيم ده اللي يقول لك حد من السيف وارق من الشعرة ومش عارف اركب في الاخر خروف عايز تتحد على الصراط ازاي. طيب على ذكر الصراط، هل صحيح للرحم تتعلق بالصراط؟ حديث صحيح ان الامانه والرحم الاثنين على جنبتي الصراط. اللي عنده مشكله في صلاه الرحم حد ينزع الرحم ينزله تحت في النار، والامانه اللي عنده مشكله في الامانه في بوابات لكل الاعمال مثل الصلاه والزكاه والحج. دي في الاول لكن اللي على الصراط الحديث الصحيح في الصلاه الاثنين دول الامانه والرحم. الله اكبر. ومنهم من يعبرها كالبرق. الله يكون منهم جميعا باذن الله. يجعلنا منهم. هل هو الصراط تعبير مجازي على دقته وحده، ولا هل هو هيك واقعه حقيقي؟ يعني مجازي كلمة صراط يعني طريق، يعني أنه مو يعني كمثلا شارع ضيق كحاد كذا. هل هو يعني طريق. هل هو طريق بده يمشي فيه الإنسان؟ طريق عادي يعني طريق مثل ما بنعرف طريق طريق 100%. أنا يعني فكرت إنه ممكن يكون تشبيه، يعني إنه بده يكون يعني مزعج للإنسان الطريق. مو كشكله. هو صراط يعني صراط، طريق يعني طريق. بعدين إن شاء الله نعدوا الصراط ونقف على باب الجنة كده. تخبطوا كده على باب الجنة يفتح الباب بعد العذاب اللي ورانا ده كله. الحمد لله. نفتح الباب يقول لك مش فاتح الباب. يا عم الله يرضى عليك. يقول لك مش فاتح. انت مين انت تقول له؟ بعد ما يوصل ان شاء الله. انا شان الشركزي، انا سيان حاج. يقول له بعيد. مش فاتح. طب انا مش فاتح خلاص. دي ناس تخبط على الباب مش عايز يفتح. فراس بيفتح لي. فراس وغاندي اللي بيفتحوا لي. ولا فراس ولا غاندي. احنا هنقعد مع بعض لحد ما نشوف القصه هي بقى هيتفتح ازاي. فنقعد نروح بقى اللي سيدنا هيلفوا تاني على الانبياء كلهم عشان يفتحوا. يا ادم افتح لنا الجنه. ولهم قال اخرجكم منها الا ابوكم. انا اللي بطلعكم منها. ادخلكم ازاي؟ طب روحوا لنوح. طب روحوا لا ولا حد. حد مات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من انت؟ يقول انا محمد. يقول بك امرت لا افتح لاحد قبلك. سبحان الله. يوم يفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. وترون الجنة بقى. يا سلام. مع أول نظرة كده ننسى غمسة، بس غمسة كده. ننسى كل هموم الدنيا والآخرة، كل شيء كل شيء. وبعدين أبدا بقى. أحلى حاجة في الجنة أبدا. أبدا. يعني مش بعد مليون سنة تطلع. أبدا. ابدا تعيش في كلمه ابدا دي. وافتكر ان ممكن تضيع ابدا دي بشهوه ساعه ولا معصيه ملهاش لازمه ولا ما تستاهلش تضيع الجنه دي. والله خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. فعلا اللي يخسر الاخره دي خلاص كده. ما
وان شاء الله ندخل الجنه سوا باذن الله. ان شاء الله يعطيك العافيه. مديحه نخلص طولنا على الشيخ. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا اخوه واخوات. اللهم يا رب اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما وتفرقنا مغفورا. ان شاء الله كلياتكم بتقولوا من محلاتكم على فرشكم ان شاء الله مغفورين. بارك الله في شيوخنا واساتذتنا، الله يديمهم علينا. هن هذول اللي بيقوا لنا انه يشدوا ايدينا على الصراط المستقيم ويحببونا بالدين. الصحبه الطيبه، الصحبه الطيبه ان شاء الله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا فضل منا وكم صالح الاعمال، سعدنا بالوقت الطيب هذا معكم، جزاكم الله خير. جزاك الله خير.